يسعد صباحكم صبايا شباب متابعين. اليوم بدنا نعمل وصفة الغريبة بطحين الشامية اللي بسموها سميورة. رح نعمل نص كيلو طحين اللي بيعادل 3 كاسات ملانات كاسات المقاس، هدول الكاسات نفس كاسات المقاس. أنا منزلة الوصفة من 7 سنوات موجودة، ولكن رح نختصر الزمن مشان نفيد الصبايا اللي عم تسيح معهم الغريبة وبتتشقها. بدنا سكر بودرة حصنة، الصبايا عم يطحنوا بالبيت؟ لا، بدنا اياه جاهز بعادل 200 جرام. حطوا 250، حطي 250، الجاهز بيحطوا 250 كوب ملان سكر بودرة. طبعا السمن العربي هو الأطيب، السمنة كوب ملان بدها تكون جامدة باردة. سمن الفارم حطي 3/4 كوب والباقي سمن عربي تاخدي الأطيب. شوفوا الفرق باللون بين السمن العربي الحر والسمن الحيواني الجاهز. بيردة زبدة ما بيصير أبدا لأنه فيها سائل حليب بيأسيها للغريبة. بدنا نضرب السكر مع السمنة نخفقه لناخد مزيج هش كريمي، ممكن باليد ممكن بهالمشفك. نخلط طحين مشان نقضي على التكتلات السكر اذا في تكتلات. في معلومه كتير مهمه، باخذ من مقدار السمن خصوصا اذا سمن عربي بحطها هون بالطحين وبفركه مثل الرمل. بدك تقولوا لي صبايا ليش؟ دائما الطحين او السميد فيه خيوط الجلوتين، ماده البروتين. انا وقت بفرك السمن في الطحين بلاقي وقفت عملية التمدد للخيوط الجلوتين مشان ما تقسى معي الغريبة. بضمن تماما انه ما تقسى، وقفتها تمام. وممنوع العجن، ممنوع العجن، لانه اذا عجنتي بتتشقى وبتقسى. كترتي سمن كمان بتسيح، كانت قليلة سمن بتتشقى، مشان هيك بقول هي السهل الممتنع. من مقدار السمن اللي هو كوب بناخد معلقة بنعملها بهالشكل. هلا بنحط طحين فوق هاد على دفعات بهالشكل، وبخلط من تحت لفوق. هالعملية كتير مهمة، تخليط من تحت لفوق، تجانس للتجانس ممنوع العجن. حتى بكرة بإذن رب العالمين بدون مقادير رح تعمليه. الصبايا دايما بيسألوا مدام دلال انتي عطول بتقولي ردم ولم وجمع، ممنوع العجن مثل الفطاير. كبس بهالشكل لم هيك الغريبة. اختبريها تتشكل يا ترى. خلاص مقاديري صحيحة، رح اريحها بهالشكل. شايفين شو الطرية؟ رجاء أن يكون المكان بارد. هلا انا بدي احطها اريحها. عم بيسالوني الصبايا مدام دلال ممكن ناجلها يومين؟ يومين وثلاثه ما في مشكله ابدا. هلا انا بدي اريحها لانه لعبت فيها، اخذت سخونه، اخذت حراره مشان تبرد السمنه. راح احطها. صبايا عم تسال بيقولوا مدام دلال ايش فرق عن الغريبه الحلبيه؟ الغريبه الحلبيه الى معلقتين سكر عادي مع اضافه سكر البودره، وهديك بطحين فرخه زائد طحين او طحين فرخه لحال، ولا نفس التحضير تماما ونفس التعليمات. عم يسأل مدام دلال غريبتك الخضرة اللي عرضتيها من
زمان مع البيضة، شنو بتعمليها؟ بس إضافة فستق مطحون. وقت منضيف فستق مطحون معناتها نحن بحاجة لدسم زيادة مشان ينعجن فقط لا. بعد ما ريحتها بالبراد بطالعها لتاخد تفك شوي، لأنه بتكون مثل الحجر. باخد كل شوي بشويتها صبايا بكبسة. شلون تكبيس يا صبايا؟ هيك هاي التكبيس، لم ردم تمام، وبراحة ايدي مشان ما تطبع الاصابع بعملها بهالشكل. مثل الكعك بهالشكل، بعملها بهالشكل. بتحبوا تكبروها، بتحبوا تزغروها على راحتكم. الفستق اما بشكل عرضي بهالشكل لانه جزء من الرطوبة بنفتح بكل سهولة، بعملها هيك، او مشان تغطس الفستق ما تطلع نهائي بعملها بهالشكل. هذا البوز بيدخل هيك، بتحبوها كاملة. السنيورة قلب الطحين منحس ببرودة، ممكن تعمليها بهالشكل روب وتقطعي. حرارة 150، النار بتطفي من تحت يا دوب، من فوق دقيقتين يا دوب. وحتى تركي باب الفرن مفتوح أفضل لك، خصوصا إذا الفرن حامي، بس إذا فرنك مثل فرني ما في داعي تفتحي. خبزة للسنيورة حرارة 150 من تحت يا دوب، تاخذ 14 صبايا بأطفي من تحت وأشعل من فوق. شوفوا شلون انتفخت، لما سوى بأصبعتكم تلاقوها نشفت خلاص، طالعوها جنبها كتير دركة وحساسة يا دوب. تاخد عم يسألوا مدام دلال، نحن منحب وشها لونه ذهبي، بهيك حالة مشان ما تخرب معك وتسيح طالعيها بردية تماما، ردي شعلي النار من فوق، حطيها يا دوب 3 دقايق يا دوب، وانتبهي على توزيع حرارة الفرن. هاي بردوا تماما، صفيتهم بهالشكل، وراح اشعل النار من فوق مثل ما قلنا، وراح اما نترك باب الفرن
مفتوح أو حطي معلقة. بصراحة أنا عملت هالتجربة لألكم، أنا خبزتها والباب الفرن مسكر. بالنسبة لخبز الغريبي بشكل عام، إن كانت سنيورة وإن كانت حلبية، أخذت ربع ساعة شوي فوق 3 دقائق. تمام يا صبايا، مثل ما قلنا بالنسبة لغريبة السنيورة اللي بالطحين الشامية، بعد ما تطالعيها تخبزيها وتطالعيها بيضة بهالشكل، خليها تبرد. أنا هلأ بردتها، بدي أرجع أصفها على الصينية مشان تاخد لون من فوق. اتركي الباب الفرن مفتوح، حطي معلقة أو تركي مفتوح إذا بدك تاخدي. هلأ خلصت الغريبة، كل عام وانتم بخير. عملنا 3 أنواع، السنيورة مأمر السطح تبعها بعد ما بردناها، والبيضة المعتادة، والغريبة الحلبية بطحين الفرخة. فعلا ولا أطيب. اللي بده الغريبة الحلبية يخلط بين طحين فرخة وطحين تبع الكيك ممكن. غريبة حلبية ولا أطيب. وداعا للتشقق، وداعا للسياحان، وداعا للأسهال. غريبة حلبية حسب الأصول، ما في أحلى من الأصالة. فعلا ولا أطيب. مين قال إنه نحن محرومين من غريبة حلب؟ والله والله أطيب من غريبة مهروسة. هي والله الغربة بتعلم. الحمد لله.